حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 19 حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة. كشفت الهيئة أن الحاويات تحمل أدوات احتياطية للسيارات وأجهزة كهربائية وتجهيزات رياضية ومواد متنوعة أخرى، مبينة أن جميع الحاويات تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء دون إنجاز معاملاتها الجمركية. أقرت وزارة الزراعة بتأخر تجهيز بعض المحافظات بالأسمدة الزراعية، وقالت الوزارة إن سبب التأخر في تجهيز الأسمدة هو الخلل في الفحوصات البيئية التي أدت إلى توقف التجهيز لأكثر من شهر، مضيفة أنه لا يمكن تسليم الأسمدة لجميع المزارعين بنفس اليوم لعدم وجود طاقات خزنية كافية تستوعب كميات كل المحافظات. وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إنمائي جديد لمصر بقيمة 500 مليون دولار. يأتي ذلك عقب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مع استمرار جهود البلاد لمحاربة تضخم مرتفع وسط انخفاض حاد في قيمة العملة، حيث أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيان لها أعلنت عن زيادة سعر الفائدة الأساسي للأقراض، وهو سعر الإيداع لليلة الواحدة من 13.25% إلى 16.25%. سجلت تركيا رقما قياسيا في صادرات الآلات خلال 11 شهرا من العام الجاري بنحو 23 مليار دولار وبنسبة فاقت 9%. وبحسب بيانات اتحاد مصدري الآلات في تركيا، يواصل القطاع تسجيل أرقام قياسية في صادرات الآلات وصلت إلى زيادة بمعدل بلغ أكثر من 9% مقارنة من الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات الآلات التركية إلى ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي فقط أكثر من نصف مليار دولار. وافقت شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك على دفع 725 مليون دولار في إطار تسوية لدعوى قضائية جماعية ضدها لإتاحتها في وقت سابق إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة واستغلالها لأطراف ثالثة. وستنهي التسوية دعوى قضائية تستمر منذ سنوات تتهم فيها فيسبوك بمشاركة بيانات 87 مليون مشترك مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبريدج أناليتيكا، وكانت الشركة قد حصلت على بيانات نحو 50 مليون مستخدم لفيسبوك من أجل التأثير على آرائهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها دونالد ترامب عام 2016، كما فعلت الأمر نفسه قبيل التصويت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى صرف العملات أو أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.